والرأي العام يفهم خلاصة اللي كنت تقول فيه. الحقوقيين التوانسة اليوم ضد وأنه يقع تطبيق عقوبة الإعدام في قاتل ياسين، يعني فهمت بالصحيح أنا ولا لا؟ نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام بما فيه في الجريمة هذه. واضح، يعني الحقوقيين التوانسة كما كان يقول بسام ضد تطبيق عقوبة الإعدام في قاتل ياسين. أنا نقول اللي كنت نحكي أنا وبسام في الكواليس، بين المجتمع والمجرمين هناك حاجز اسمه الحقوقيين، اللي ما خلاوش مبدأ توازن الرعب اللي كنت نحكي عليه بكري يتطبق على أرض الواقع. المجتمع لابد وأن يفرض إرادته بسلطة الدولة على الجريمة ويكبل المجرمين. للأسف اليوم في تونس نلقاو اللي الحقوقيين واقفين عرضة في سبيل وأن المجتمع يأمن نفسه. وهنا أنا نتساءل عن دور الدولة. احنا نعيش في إطار منظم، في إطار مؤسسات دولة اللي مطالبة بتأمين الناس من الجريمة ومن كل أنواع الاعتداءات على المجتمع. للأسف اليوم ما يسمى بالحقوقيين اتقووا أكثر من الدولة وأصبحوا حاجز في طريق مناعة المجتمع وتأمينه. اليوم الشعب التونسي، مانيش نتكلم باسمه لكن أنا مواطن تونسي ونعتقد وأني نمثل شريحة لا بأس بها من المجتمع التونسي، نطالبوا بتفعيل عقوبة الإعدام. كان بسام يقول فما 100 وأكثر من 100 دولة ألغاوا، أنا نقول له لليوم في اليابان يقع تطبيق عقوبة الإعدام، لليوم في تقريبا 3/4 الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية يقع تطبيق عقوبة الإعدام. جينا في فرنسا، في فرنسا سنة 81 في مرحلة نتاع انتخابات في الوصول اليسار إلى الحكم، قضية جريمة شنيعة كما الجريمة هذه بالذات، اعتداء على طفل وقتله. المحامي أستاذ روبير باديتا وقتها باش يدخل للمحكمة القى للحل في أنه في عوض البروسي يكون محاكمة المجرم، أردوا محاكمة عقوبة الإعدام. والمجتمع الفرنسي الكل ولا يحكي على ربما ولا يشيطن في هذه العقوبة إلى أن تمكن وقتها كانوا في مرحلة انتخابية اليسار من الوصول إلى الحكم وإلغاء هذه. من وقتها ولا إحنا دولة، سمحني باش نقول كلمة ربما هامة لو كانت تعطيني مجال من الوقت، إحنا في هالفترة هذه بالذات وحتى قبل 2011 السيادة، خليني نقول السيادة الوطنية متاعنا ناقصة. يعني وقت اللي يجي مؤسسات المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي باش يمنحك قروض يشرط عليك مجموعة من الشروط، من بينها هالشروط هذه المتعلقة بما يسمى حقوق الإنسان، إلغاء عقوبة الإعدام من بينها أو عدم تطبيقها، لأنه ما ينجموش يفرضوا علينا إلغائها نظرا لأمور دينية، يفرضوا علينا عدم تطبيقها. للأسف من 94 كما كنت تقول ما نجمناش نتجاوزوا هالحاجز هذا اللي يتعلق بالسيادة الوطنية.